صراحة ما كنظنش أنه عندي الحق نعطي تقييم، ولكن كنظن باللي كاين محتويات متنوعة، كاين محتويات اللي ما كتعجبناش كاملين كما كاين المحتويات اللي كتعجبنا. كنظن المشاهد هو اللي عنده الحق يقيم، بالإضافة إلى أنه هو اللي عنده الحق يختار شنو المحتوى اللي غادي يعجبه. انا رجعت في اليوتيوب، درنا واحد الفيديو ديال كنهضروا فيه على لا سينيسيس والاجباريه ديال لا سينيسيس، لان هذه المعلومه بزاف الناس ما عارفينهاش، فكنحاول نختار بعض المواضيع اللي دابا تكون جديه اللي غتفيد المجتمع المغربي باش حتى هما توصل المعلومه، لان مهم توصل المعلومه. شوف، اي حاجه تافهه انا كنظنها هي الحاجات اللي كتسيء البلاد ولا اللي كتسيء لاي حاجه مقدسه، فبالنسبه لي كاي انسان عادي ما كنقبلش التفاهه، ولكن كنظن كما قلت قبيلة ان الناس بامكانهم يختاروا البديل، وخاصنا نشجعوا في انشاء محتويات رقميه هادفه اكثر باش نحاربوا التفاهه. وصراحه موقفي كموقف كاع المغاربه، اي حاجه اللي كتضر الشعب ديال بلادنا فهي حاجه اللي كتضرنا كاملين، لان انا مغربيه حتى انا، فاكيد هذا الموضوع كيضرني حتى انا. كنتمنى من كل اعماق قلبي ان الحكومه تدير شي حاجه في هذا الموضوع، لان خاص يكون تواصل. عندي بزاف المشاريع ان شاء الله خدامه عليها. اول حاجه مع نتعاونوا لي الله اسسناها البارح، درنا حفل الافتتاح ديالها البارح، وخدامه ان شاء الله على محتوى رقمي اللي غيكون زوين بزاف مستقبلا. خاصني انا كنخدم بتأني. حاليا دراستي ديال الصحافه مشيت كان بارطاجي داكشي اللي قريت في وسائل التواصل الاجتماعي، فكنعتبر راسي صحفيه ان شاء الله، علاش لا اللي نقاد شي برنامج ونبيعو التلفازه ان شاء الله. انا معايا يكونوا قوانين اللي كت اي حاجه خاصها ترتب، اي حاجه فيها شويه ديال عدم الترتيب خاصها ترتب، فانا كنظن حتى المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي خصو يترتب شويه. شرفونا وحنا مفتخرين بكم، وان شاء الله نشوفكم في كاس العالم، كنشجعوكم بزاف بزاف بزاف. كنبغيكم بزاف وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل، وكنتمنى انه ان شاء الله يا ربي يقدرنا نديروا شي حاجه لبلادنا ان شاء الله. شكرا بزاف سلطان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.